كنت معاك في طريقك بس. ايوه انا واخدك معايا. امال انا واخدك فين؟ رايح فين؟ انا قدام شويه بس كده. قدام شويه؟ اه سكتك. سكتك؟ انت شارب ولا حاجه؟ يا حاجه اتفضل اتفضل. تعالي تعالي. خد يا ابني. تعالي يا حاج. خد هاجي ليه؟ انت بتجري في التاكسي ولا ايه؟ تعبان عليك يا ابني. التاكسي بيموت يا حاج. التاكسي بيموت. وانت منين اصلا بقى؟ من المنصورة. لا والنبي. طبعا. عشان كده وشك بتسمسك مش بعكس. حبيبي ربنا. ما شاء الله يعني. تاكسي. يا باشا يا ابني 100 مره اقول لك ما تجريش على السلم. عدوي ما تنسيش تاكلي كل السندوتشات بتاعتك. ها وبطلي رغي مع اللي جنبك. مش عايزه كل يوم شكوى يا بنتي. قلت لك مليون مره ما تجريش. حقع ساره. فين البوسه بتاعت نور؟ صباح الخير. سلام. بار. ايوه يا مستر شوقي. ربع ساعة بالظبط وهكون عند حضرتك إن شاء الله. مسافة الطريق والله. الله حافظ. بس حلو الأبيض على فكرة. الجديد جديد يا حمالة. آه هو اللي شغالة محمد حسين. خلينا إحنا عم في الأبيض والأسود زمن التاكسي الجميل. ربنا يكرمك. يلا صباحك ورد. قشطة قشطة. محمد حسين عمل معاه ورد. حنا صباح الفل حمادة. نهار أبيض. مقبول ابو نور. بلاش ترك قشطه يا ريس. يلا صباح ورد يا ريس. افتحك ورد ان شاء الله. بلفايه. نعم. هموت في زبلفايه. هتموت في سلبايه؟ ايه السلبايه دي؟ زبلفايه. عايز استروكس. عايز استروكس؟ اه. فتح علي مرزاه يا كريم. عايز استروكس. يا عم اهدى شويه على الصبح. طيب والسلاح ده بقى؟ مش عايز يفتح ليه؟ اهو هات. اهي اتفضل. انت صايع بقى. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ ايمان. صباح الخير يا استاذ حسن. عايزك تطلع دلوقتي حالا على العين السخنه. هتجيب مستر توفيق وكلم اسطى علي خليه يجيب الفوج الجديد بسرعه. الاسطى علي راح الغردقه على حسب معرفتي يا استاذ ايمان. والاسطى ابراهيم لسه عيان. الله. امال مين فاضي؟ مفيش ولا سواق فاضي. كله ركب خط سير. طب روحوا دلوقتي وانا هتصرف. يلا بسرعه. اوكي. ولا بتركنه في الدولاب ولا ايه في ليلتك السودة دي؟ لا ده انا منمل شويه. مململ؟ عايز استروكس. ها وصلنا. وصلنا مدان استروكس نفسه. رخصك. رخصك يا ابني. خلص يا عم. عايزين هات الرخص. يا ابني بكلمك انت. لا مؤاخذه يا باشا. طول دماغي من الصبح وخد في حوارات يمين وشمال. رايح فين ده؟ ده حوديه ميدان استروكس. نعم يا اخويا. ميدان ايه؟ والله هو اللي بيقول. اساله سعادتك. رايح فين يالا؟ استروكس يا باشا. استروكس يا باشا. قطعتك يالا. اتفضل يا باشا. يخرب بيتك. انزل يالا. هاتوه. قول لحنان كل اللي انا بجيب اسبلفايه ليا واسبلفايه ليه. حنان كل اسبلفايه؟ اه. طب هاتوا لكم انتوا الاثنين اسبلفايتين مع بعض. اجيب لك اسبلفايه معايا؟ لا انا لابس اسبلف. اطلع يا ابني. خد شاكين يا باشا. يلا. طب البونديره سعادتك. يلا بصلح المرايه دي. حاضر يا باشا. يلا. ده انا لسه معلش العربيه خافت بس. طب يلا صلاه النبي. وسع له يا ابني. يلا شاكين يا باشا. ما تنساش. حاضر يا باشا هصلحها والله. لسه حد خبطها لي معلش. انا عارف انها صيانه وامن ومتانه يعني. محتاجين كراسي زياده. العدد زاد والبروجيكتور فيه مشكلة. عايزك تحلها لي وبسرعة. هبقى اكلمك بعدين اطمن. باي.
لا يا فندم، انت عارف انا مش بتاع عزيز، انا حاصلهم كله. لا اطمن جدا. ايه يعني ايه الاخبار؟ كله تمام يا فندم، ما فاضلش غير حاجه واحده بس مش عارفه اتصرف فيها. خير؟ كل السواقين مشغولين، ما فيش اي حد يجي معايا المطار. اتصرفي يا امان، اي حد من عندنا ما جرش يطلع. اتصرف ازاي يا فندم؟ كل السواقين مشغولين في المؤتمر، حتى اللي في اجازه بعت جبتهم، حتى عم ابراهيم العيان لو كنت اقدر اجيبه كنت جبته. ما تشغليش دماغي يا امان. وميل وكتب منديل. ايه منى القرف اللي انت بتعمليه ده على الميسه ده وعلى الارض ده؟ انت اتخضيت ولا ايه؟ اتخضيت؟ انت خليتيني على نفسي عملتها يا منى. ما تزعلش مني، انا قصدي بس كنت افاجئك يعني ان انا موجوده في الشقه وكده. طب عايزه ايه؟ وايه اللي جابك هنا ودخلت هنا ازاي؟ دخلت هنا ازاي؟ ما انت عارف ان انا معايا نسخه من مفتاح الشقه. الله، اقعد اقعد، ده انا عامله لك اكل يستاهل بقك. وتعملي نسخه من مفتاح الشقه ليه؟ مش ابن خالتي ولازم اطمن عليك واشقر عليك كل شويه؟ ابن خالتك تروحي عامله له نسخه؟ بس بقى خلاص ما تزعلش، بقول لك جايبه لك اكل وده اولا. طب وسابعا عشان خاطر تاخدي بعضك وتكلي على الله بقى. ايه اتشليت ولا ايه بت؟ مكسوفه. ومالك بتقوليها بترجرجيها قبل ما تطلعيها كده؟ مكسوفه ليه؟ اصل انا بصراحه كنت بتفرج على فيلم السفيره عزيزه بتاع سعاد حسني لما كانت بتطلع شقه الاستاذ شكري في غيابه. الاستاذ شكري؟ شكري اللي فوقينا؟ شكري فوقينا ايه؟ شكري سرحان. بتاع فيلم النمر والكلاب. ايوه لسه وكلاب. ايوه بالظبط لسه وكلاب، عارفه. برافو عليك. آه. هو بقى لما كانت بتطلع الشقه عنده هو مش موجود. آه. عشان بقى ايه؟ تغسل له هدمته وتروق له قعدته وتطبخ له لقمته. قلت بقى يا بنتي يا منمن. آه. هي سعاد حسني فيها ايه ازيد مني؟ آه. عندها عينين عندي عينين، عندها بق عندي بق، جسمها كيرفي ما انا كمان جسمي كيرفي، ولو هي السفيره عزيزه انا كمان السفيره عزيزه. على رأيك ولا فيها أي حاجة زيادة عنك، إذا كانت هي السفيرة عزيزة فأنت السفينة عزيزة، نورماند تو، ترابتا تو. إيه يا حمادة؟ في إيه يا حمادة مالك؟ بص شوف بص عاملة إزاي؟ أنا نفسي تيجي تقف في مكاني وتشوفي، بص هتلاقي في بلاعة بتتكلم. أنت في إيه يا سيدي العشق اللي ما بيننا ولا إيش؟ حال ما كانش مقرب تحبنا من 28 سنة. ما أنا ديك قلتيها 28 سنة، يعني الحكم سقط. يا منى، وبعدين أبويا وأبوك كانوا قاعدين فاضيين، عواطلية، مش لاقيين شغل. قالوا ما تيجي نقرا فاتحة العيال بدل ما احنا قاعدين فاضيين. الله يرحم ايام زمان لما كنت بتيجي تقف لي تحت البلكونة وتقف على البلاعة عشان تشوفني. اقف على البلاعة على ديلي بقى ولا هعمل على عيبلك شنبات انا؟ اقول بقى كده، قول انت عايز تحلاني. ما مش مركب معزة جنب انا احلها. تمام، اللي انت شايفه يا حمادة اعمله. صلى على النبي. عليه افضل الصلاة والسلام. شفت فجأة؟ بصي فجأة. صلى عليك يا نبي. والله وابور بتاع نجيلة فجأة اتحولت. فجأة بتتحولي من رومانسية للحيوان الضب. كل ده إرادة تاكسي؟ سمية يا نص باكو. ما شاء الله يا حميدة. العزل ده. شفت أنا عارف سكتك إزاي؟ النبي بعشقك يا ابن خالتي. حمار جبلي فجأة. بصي. مش خسارة فيك الأكل اللي أنا عاملهولك. ماشي يا ست. يلا أنا هاخد الفروج وهسيب لك الكيكة. طب يلا. يلا. جاتك 60 كيكة. يلا لا إله إلا الله. سيدنا ونبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجنبك بجنبك. بقول لك النبي عزب البيت هيقع. الله يكرمك. عزب بقى خرجني. ضاعي بالجنب اهو. يلا سكي. فاضي يا اسطى؟ لا والله مستني فوق ياباني، مؤاخذة يا باشا. ده لبنان يا اسطى. ولا العراق يا ريس، معلش في عطل في العربية بس. أبو زهرة حبيبها مقفولة مواليد. سميحة وصباح وخالد وأحمد وإكرامي وهند وفاطمة عاملين إيه؟ الحمد لله. تمام الحمد لله؟ الحمد لله. خلي المصيف عليا. انا قلت لك انا عايز اصيف، انا ما بعرفش اعوم. انا هخليك تغرق في دمك بقى. عمودة ارمي سلاحك. عمودة حمادة. العقد يا حمادة، العقد يا ابن خالتي. احنا جيران. ايه 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 ايه؟ انت بترفع السلاح على ابن خالتي؟ عيب. مفيش جيران يرفعوا سلاح على بعضيهم. عيب. السلاح ما يترفعش على الجيران حتى لو كانوا من اليابان. ولو كانوا من ارض النعام. ياخد البيض وينام.
ايه في ايه اللي حصل؟ ها ليك حق هتاخده؟ احنا لينا حق طبعا مش هناخده. عشان خاطرك يا حماده يرضيك يبقى واخد 1000 بلبل عشان يحضر وفي الاخر ما يجيش. 1000 بلبل؟ اه فين البلابل بتاعته يا بلابل ايه يا حماده؟ فين البلابل يا خلينا نخلص انت مش بتاكلوا في العصافير انتوا الاثنين؟ عصافير يا حماده مش المشكله دي بينكم وبين بعض عشان بلابل وعصافير؟ بلابل يا حماده جنيهات الباشا واخد 1000 بلبل عشان يحضر الجلسه وفي الاخر ما جاش. اه 1000 بلبل يعني 1000 جنيه؟ اه طب وطلباتك؟ ال1000 بلبل. انت عايز ال1000 حته واحده؟ عايز ال1000 حته واحده ويعوض ربنا عليا في الحبسه. ماشي تشكر ومردود لك. اتفضل اتفضل يا عم. ايه يا حماده في ايه؟ وانا احلى منك ولا من اختك ولا من عمتي ولا من العيشه ولا من القرف ولا من ايه؟ مش فاهم انا. في ايه؟ وانت فين انا اللي مجن على باب كل حاجه انا؟ الله في ايه طيب؟ هات ال1000 بلبل اللي انت خدتهم منه ال1000 جنيه. معلش انا 800 بلبل. 800 بلبل؟ اه يا انت مش لسه راجع من قلب القضيه. وقضية متريشة وزي الفل، إيه اللي حصل؟ فين الفلوس؟ متريش يا حمادة؟ ده الراجل خد إعدام. مين المحامي؟ لا الراجل اللي كنت بترافع عنه في القضية. الله يخرب بيتك على سنينك السودا بوشك اللي أنت قاعد عليه ده. هات هات ال 800. والله حمودة يا حمادة خمسة يا زميل 800 بلبل. 800 بلبل وال200 بلبل اسألني فيهم بكره. باختصار الموضوع هيبقى معاك. معايا انا؟ اه الحوار كله. طب روح الله يسهل لك. روح تبرر له كده ليه؟ لا بوري له بس العين الحمراء. الحمراء؟ لا بوري له العين السخنه وبطلطش عليه ميه يا حموده ابو ساعده. جنش انا متهيألي ليه عندك 600 جنيه؟ مبسوط انت من طرطشه الميه دي؟ والله انا سكتت له عشانك انت حماده. دمر مطك يا بس انا هو حقي بالقانون. هتاخد ايه؟ حقي بالقانون. اطلع 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 إيه؟ اسماعيل طيب اقعد في اي دولاب او اي درج. طيب طيب اطلع. حماده يا باشا. ده بيتي القديم. انا اتربيت هنا في الحته دي في الحاره دي. ياه حتى البيوت بتعجز زي البني ادمين. عارفه عارفه يا ايمان؟ ايوه. شايفه الباب الخشب ده؟ شايفاه. ابويا بقى كان يقفله بالمفتاح عشان ما اخرجش العب. انا اعمل ايه؟ انط من الطاقه الصغيره. اول ما العيال صحابي يصفروني انزل العب الكره الشراب معاهم في الحته دي. من فضلك ممكن تاخدي لي صوره كده مع الذكريات دي؟ يا بس كده من عيني. بس استاذن بقى حضرتك تيجي تقف ورا الباب ده عشان اجيب لحضرتك بقى ذكرياتك القديمه. هنا؟ يلا. عارف يا باشا انت عايز صوره ازاي؟ وحضرتك بنط من الفتحه بتاعت مجرى العيون دي. تليفون حضرتك بيرن. هلو؟ وي لوجين. نو 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 جو سويت تري كونتون ايسي. وي مش صغير عليك دي يا اونكل ولا ايه؟ عدي يا عم. انت بتديه بالقلم؟ ماشي انا اوريك مين ابن ام حسن. فرجني مين ام حسن؟ اجري هات ام حسن. ايه اللي انت بتعمله ده؟ احنا مش عايزين مشاكل، انت مش شايف الواد شكله صايع ازاي؟ انت مش شايفاه بيلقح عليكي بكلام ازاي؟ على فكره مش بيلقح عليا لوحدي، بيلقح عليا انا والدكتور شريف. ما يهمنيش في حاجه دكتور شريف. ماشي يلا. اتفضل يا باشا. شكرا. هو ده السبع اللي شاف نفسه عليا. استنى يا حماده. بيستغرب وبيديني بالقلم وانت من الناس. هو ده؟ اه هو ده. تعالى يا حماده مش عايزين مشاكل. خشوا انتوا العربيه بقى. بعدين اسمع كلامها. ارجع يا حماده مش عايزين مشاكل. ايه ده ايه ده؟ يا عم انت عايز ترقص معايا ولا ايه؟ انت طلع اسمك حماده. انت ايه بتندغ سنانك ولا ايه؟ واللي حقيقي ايه يا راي؟ ما تقوليش يا راي. ليه؟ عشان بتضايق. لا ألف سلامة ما أقدرش أضايقك. ده أنت شاي بقى يا حمادة. أه شاي. شاي ومن زرايب وماليش قرايب. الله يرحمه. وأي منطقة دبها برجلي ترابها يا شاي جزمتي. والوحش منين؟ عزبة أبو قليطة. هو الوحش منين؟ تاني أنت فاقد الذاكرة ولا بتعيد الخناقة من الأول؟ لا فاقد الذاكرة. لا ارجع لرشدك بقى. حمادة ارجع. هات له كرتون البيض. ارجع يا حمادة. يلا دي مشاكل. لحظة وجاي أعلم عليهم. ارجع يا حمادة مش عايزين مشاكل.
ايه المنزل ده؟ ده منزل ده الحاج ولا ايه؟ والله يا شيخ باشا هو ملخ، ملخ مش اكتر يعني. ما بلاش الكلام الفارغ بتاعك والتخلف ده، لازم نعمل اشعه ونتاكد انه مش كسر. حاضر ورايا. انا وراك اهو، ما تيجي نمشي احنا؟ لا يلا لازم ندخل.